منافة؟ قصري حسك لا تدلين معينا أنت إيش فيك؟ وش السالفة؟ نفسي أعاود العرب الحين وأذبحه قدام عيونك لجل تعرف إنه ما حد يهتم بذبح حنتوش الخاس. حنا لزوم الحرب الظلم، لو صار الدم مثل السيل لجل عرف الناس إن حنا موجودين لجل نرفع الظلم عنه. وعز الله ما حد يقدر عليها من اليوم وطالع، وهذا هي طالعة من البيت وما حد يدري منا وين واحد. أنزين بعيونك يلمها ما يختلف كثير عن عيون رفيقتك، لجل عيونك لهن جنحان ويطيرا بالسماء وعيونها مقيدة. أنا عيوني طايرة بالسماء؟ أداذيب جارح يغير عليها يسابق الريح ويقنصها. بالله بالأديب جارح، عز الله لو كانوا أهل شر غير مبيتهم عن بكرة اللي خلفوهم. الشجاعة بالنجاة ما هي بكسرة الراس، حنا ثلاثة ردات، ثلاثة هم وقومنا كثرة. هالبارودة هل دحرتيها عن العين واللي سوت فعايلها بالمقاتيل؟ انت مخرفن يا حنتوش وتسولف كلام ما له طعم. حنتوش بعيد عن شاربك البسيسة وغيرها. يوم عودت بالكتيل ملوح أرسلوا حنتوش يقص الأثر ويتوكد من الكلام اللي نقلته عن عكاش. حنتوش كذب الهرج ولفانيه بغيابك، وانه يعلمني بالحقيقة يا ابو سويلم، والحقيقة انه انت اللي قتلت ملوح، وانه لو حنتوش نطق بكلمة واحدة الشيخ منور يقتلوك يا ابو سويلم لاجل انه هالنفس بالنفس. ما ادري وش اقول لك يا نوفا. اصل يا نوفا لو مع الحين تكاليف مهر واحدة ثانية تتزوج عليك الحين قبل باجي وجهك يلفيني بالبلاوي يا نوفا. هذا اللي كنت خايف منه يبا، المها تستعجل. بسم الله عليك يبا، انت بس ابعد الغيظ اللي بصدرك عن المها وتريح. اختك المها ترفع الراس وما بيها العذروب اللي يخوف. ما هو غيظ يبا، ما هو غيظ، لكن حين تصير المها قدام الناس ايدها هو الطلق، من هو اللي يود يلفيك يطلبها للزواج؟
باكر تعنس يا يبا. تالي من تالي ام ريداها ما يتقدم لها رجل مبدل والدجاجه تاكل عشاها. المها لن تقدم لها طلاب لزوما انه يكون رجل جسور وفارس يوم انه يبحر بعيون الرجل ركبه يقوم انا تراجفا مثلك صراحة. هيش ودي اياه رجل. زي عديرة الشيخ منور. ديرة منور؟ علامة تعرفهم؟ بيها حبيبة القلب يا رب. صرنا ثلاثة شك صار. إن كانت الصيدمة غيرها تصير مقسمة لثلاث بعد ما كانت مقسمة لاثنين. والله أعلم وش الخاف. عليكم تهرجوا بلا الغاز يا الربع. وش السالفة؟ قال محبوبتك نفس البنية اللي نحبها يحياك الله. بالأول كنت واحد منه وإن كانت هواجسنا صحيحة ترى نحبك بزود. لأنه اللي يحب المها نحبه. أنا كنت محتار بأمركم والحين حيرتوني بزود. وش مقصودكم بالمها؟ السالفة طويلة السالفة طويلة. نعلمك بوقت ثاني. ما دام السالفة طويلة خلنا نحط عقلنا باللي قدامنا. نغير عليهم ونشتت شملهم قبل يصلوا الديرة منور. اي على هونك على هونك. التدبير غلب الشجاعة واللي عنده عقل ما يرمي نفسه هالمهالك. رداد يا اخوي لا تظن اللي تفكر فيه ما فكرنا فيه. اسمع يا رداد، إذا لقوم الشيخ حاول بيننا وبينهم ثارات كبيرة. الحين إحنا نفار وما لنا قدرة عليهم. ما دام بيننا وبينهم ثارات ليه ما نهجم عليهم؟ ترى الليل يساندنا. الليل يساندنا زين، لكن الليل ما يساندهم. اسمع، الحين ننسحب دون يحسوا علينا. سالفة المها نعلمك بيها بعدين. يا الناس كل الناس يلي من ربع لنعوش يلي لكم رعيان تسرح لكم بطروسي. هيو تسرح لكم ولا لا؟ ومحبوب تنتهنا لكم ومحبوب تنتهنا لكم يا شعرها فوق الفرش مفروش. ما تفطنون اللي انقهر بين الوعر وجحوشي. حنتوش كان انسخط لولا الحطب والنار. كان انسحت حنتوش لولا الحطب والنار. لا ينسحت حنتوش والله. أروح أنا بلها سلي يا هيك العرب كلام تاني. اللي أنا أدفي روحي بعبعتي. بعدنا عن القوم يا الربع. وإيش مقصودكم بسالفة المها؟ حنا اللي نريد نشد منك. ونريد نعرف بعد إن كان اسمها المها أو غيره. لا بالله ما اسمها المها،
ولا عرف واحدة بديرة منور اسمها معه. اسمع يا رداد، تراك خوينا، علمنا عن محبوبتك واحنا نعلمك عن محبوبك. وش تقول؟ انتوا الاثنين تحبون واحدة؟ ايه، عندنا الاثنين نحب بنية واحدة. امركم عجيب واستعجب منه. اول نوبة تسمع بيها عن اثنين يحبون انثى واحدة وتذبحوا عليها بعد؟ ايه، اعرف انهم يتذابحوا، لكن اشوفكم اصحاب. يذابحنا مثلنا مثل غيرنا، لكن حين حكمنا عقلنا تركنا الموضوع للايام، وحين وجسنا انك مثلنا عاشق للمها تركنا بعد الموضوع للايام. والحين يا رداد قلنا، وش قصة محبوبتك؟ لو كانت محبوبتي بنية مثل المها كان صحت باسمها للشجر والمطر وللريح والرمل ولكل مخلوق بالدنيا، لكن ما اقدر انطق باسمها حتى للطير الطائر، وظل قهرها بصدري. مدري يقتلني القهر ولا يختل عقلي ورافق الديار واصير واحد منهم، واهد البيت واهجر لحل واتلحى في السماء. الله، هذه سالفتك طويلة وما اقدر اسولفها بدون. علامك يا رب، اشرب قهوتك يا رب. هذا وده عروس، عروس ما عندنا. ما اشرب لك هوا غير تنطوني اللي اريده. ابشر بلت لي، نريد نهجم على حواء. هذا الامر تكلمنا به وقلنا انه مهم النفوذ. انا عندي راي ثاني. وش هو؟ ارسل حواء لعند الشيخ منور. ايه يا شيخ، وحوام صديق منور يعرفه زين. حوام يركب فرسه ويزهم يم ديرة منور ويعلمه ان حاوي يريد يغزيه، وان عرف منور بالغزوة يكمن هو ورجاله الفرسان حاوي وتكون الغلبة له، وحينها حنا ناخذ بثارنا من حاوي على يد منور ورجاله. يب الله طال عمرك، عز الله هذا الرأي لما بعده رأي. شفت نبات الشيخ يا رداد؟ يا زين عقلك يا منسي، لكن حنا وش نساوي؟ نظل بالطور ننتظر حوام الحين يعاود ويبلغنا باللي صار؟ لا لا لا، ما هذا الرأي. حوام يمشي بطريقه وحنا نركب خيلنا ونزهم يم ديرة منور ونشوف إنه مكان نلبد بيه ونراقب العركة من بعيد. إن شفنا الغلبة بالعركة الحاوي ورجاله حنا نهجم ونقلب العركة لصالح منور ورجاله. وش رأيك؟ ونعم الرأي يا شيخ منسي. زين، اشرب قهوة. يا شيخ منور، يا شيخ منور، من انت يا لاقي خير؟ صاحب، صاحب طال عمرك. ومن الصاحب اخر الليل؟
أنا داخل على راسم عليك يا شيخ. وصلت. اقلط جاي ألاقي خير، اقلط جاي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنت؟ أي أنا طال عمرك. الربيط اللي كان عندكم. لفيتني بالدخالة. من هو غريمك؟ أنت. ودخلت الله ثم عليك تحميني من نفسك ومن ربعك. الحين مهرج معك بهالسالفة وأعود للفلابة مان مثل ما لفيتك. اسمع يا حوام من ديرة منسي، ترى أنا منور وكلمتي ما تصير ثنتين. أنا انطيتك الأمانة، اقعد وتعاود لأهلك مثل ما لفيت. ما بي وقت أقنط طال عمرك، ما بي وقت. خايف أصيح بالعرب وأمنعك؟ لا بالله يا طويل العمر، أنا وثقت بيكم هذا عذري. وش هو عذرك؟ يا طويل العمر، أنا لفيت أحذركم. أحذركم من غزايا ما لهم عدد، يلفونكم مع طلوع الضوء وبذهنهم يشتتون شملكم. وش تقول؟ عز الله ما زليت عليك بكلمة طال عمرك. وش يخليك تحذرني وأنا غريمك؟ أنت غريمي إيه، وأكرهك إيه أكرهك. تلاقيني بحومة الميدان ولاقيك، لكن إن دريت بغدر يتربص بيك أحبك. يا زين هرجك يا حوام، يا زين هرجك. لعاد أسلم عليك يا طويل. عجلان عجلان قام لي صيح بالعربي يا عجلان. ابشر طال عمرك. عندك يا شيخ متعب يا ولدي، وزع الكماين على اطراف الديره كلها لانه ما ندري القوم من اي مكان يلفونا. توكل على الله يا شيخ، عز الله ما يعود منهم الهلو الا كل طويل عمر. وبين بطريقك على عكاش لانه هذا اليوم يومه. تامر يا شيخ تامر. وعلامها المها طول النهار متورشعها، مالك شغله ولا عمله غير المها المها. قوم شد على فرسك مثل مها. قال فينا يوم نكون بحاجه به كل فاس. كيف okay.
أرجع. ما عندك حرمة تخاف عليها وتحافظ عليها؟ الخيل لاجل احميش ودافع عنك ومالش عليه حلفين انه ما يجيش القوم الا على بدني. تسلم يا حنتوش، انت مالك بالغزو لكن هرجك يسند. بلاش ما تعرفين حنتوش، عز الله نقربوا لا تشوفين المكر والكيل هل يقطع بيهن ازود من حد السيف. هاجل وين مكرك لاجل نعرف من قتال ملوح. مو الحين يا شومه، حين تخلص العركه وتصفح عليهم ولا علينا بين غالب ومغلوب، اقول لك منهم قتال ملوك. اقول ما دام العركه ماشيه والناس مشغولين، وش رايك تنومين بدر وتسوي لك هوا؟ اجل ما فيك هوا. اليوم يومك، ترى عيون كل الناس على اللي مثلك. احترس احترس، تنهزم ولا تفر يا ولدي. ترى اللي وده يقعد بوسط الشج ويترمس بالمخليق على انه فارس الديره، وده يثبت للناس انه ملو هدومه يوم تقع الواقعه وسيل الكون. ابشي يوبا، ابشي ابشي، وانا عكاش الا تاصلك لعلوم عن فعايلي وترفع راسك وتنوم اسبح. اسمع يا عكاش، ودي اياك تحترس على اختك المها، للف حواليها خطر ولا حام حواليها، ودي اياك تنجدها بساعة. ابوي المها، انت تعرف يبا رايي بيها زين. المها مشانها بالمحار، ما هو بالعرايك مثلها، مثل كل مكحولة عين. شنو هو هذا الكلام يا عكاش؟ تقوله عن اي بنت ثانية بديها؟ ما هو عن البنت اللي اسمها المها؟ هات البرودة جاي. سلم عليكم.
شوف المهبولة وش تساوي. المهبولة تساوي ألف من مثايلك يا عكاش. اللي سمعته يا عكاش هذا الحج ما ينقال. وانا فارس الديرة ما يتدار ورا الفرسان. وبنية تدسر على قومي بحالها. عز الله اللي تندم على حاجك. عز الله لولا خاطر عمي حامل كان شفت مني الذيب والنيابة. الحين تشوف عايز عندك يا عكاش عندك. لا تهور الله يخليك. ما اريد عمي حامد ينفجع بموتك. لا تظن نفسك المها يا عكاش. لأن النشمية تلحق. بلعون المخبر صادق يا ابو عكاش. من هو يا شيخ منور؟ تذكر المنيع اللي كان بالحفره؟ اي هو اللي علمني. الله الله. أنا يا المها بنقبل عليك وفاتح صدري لرصاصك ولسهم عيونك ومظن منهم واحدة أهون علي من الثانية. وش لك بأمر ما يخصك؟ وفيت بمعروفي يا المها. وشو معروفك يا الخاسي؟ كنت خاسي يا المها والحين أنا راعي نفيلة مع ربك. وش هي نفايلك يا حوام؟ ما اعرف عنك غير البوق يا الخاسي. لعاد ما تعرفين
إنه أنا اللي حضر شيخكم من الغزو؟ أنت؟ الله يسامحك يا المها، كثير علي أن جيتكم للموت. كنت ربيط عندنا، وإيش اللي يخليك تصير معنا؟ أظنك من أهل النباهة يا المها، وما هقيت إنك نسيتي القصيد. السبب اللي ببالك طار من عقلك. لا بالله ما طار، جي وكد بعد. وش اللي وكدوا يا حوام؟ الحلق، الحلق اللي كان بذنج عندي. الحلق؟ لا عاد انت البواق اللي لفاني بالمحطاب. لا بالله، لا بالله، ما هو انا يا المها. لا عاد منه؟ على ايام كشافه وتبين لك من هو اللي يريدك، من هو اللي يستاهل تحطي له الزاد. والحين اكفي عنك بفلوسي، وما ظنك من اهل البوق تعطيني بظهري. نلتقي يا المها، نلتقي. علينا هديرة عصية، القوم راحوا قطايع. لو ما حذرناهم يا رداد كان سطوا عليهم سطوة خلتهم قالة بين العربات. خوفي يتجمعوا ويردوا على ربعنا، تراهم موتورين. أنا وأنت نكفي. يا نوفا، يا نوفا، على مين صفت العركة؟ علينا ولا على قوم؟ صفت على القوم. وش دراج؟ لو ما صفت على القوم كلفونا ونهبوني من تحت شاربك. ايه خاسو، ايه خاسو، ولا بس وينك؟ اول القول ذكر الله، اول القول ذكر الله، اول القول ذكر الله، وهزمنا البواقين، وهزمتنا البواقين. وذكرتيني يا نوفا، ذكرتيني يا نوفا. لا 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 لا. الرجال تنقتل يا حنتوق. هي هي بالله تنقتل. مثل ملوح رجلي؟ مثل ملوح وازول. من اللي قتله؟ انت وعدتني انك تعلمني. انا وعدتك اعلمك لانتهت العركة، والعركة بعدها ما انتهت. العركة انتهت على الغزاية، من هو؟ يا بنت الحلال، هقول لك بعدها ما انتهت. غديهم يجوا علشان ياخذوا قتلاهم. من هو يا حنتوش؟ من هو؟ ما اقدر احكي، والسيف على رقبتي يا شومه. لا لا لا، ما قصدي من السيف انه ايدك، والله لو ايدك على رقبتي طول العمر ولا اقول شيء. انت وش تقول؟ أنا ما عدت أفهم. السيف اللي أقصده موجود بالديرة، وما هو بالهين واليسير إني أقول الحقيقة. شغلي عقلك، فهمتي؟ كيف تريدني أفهم وأنا ما عاد فيني عقل؟
جميع. ردينا كيدكم بنحركم، فشلنا نواياكم السودة. من انتم؟ شلكوا عندنا حتى تغزونا في هذا الكثر؟ ها؟ ولا قطع نبوارتك طال عمرك، حنا ما ودنا العرب تنتقدنا وتعتب علينا، خلنا نعالج الجرحى بالاول بعدين نشيلهم مثل ما ودنا. زين زين زين. بالدم؟ ايوما. تعالي يا بنتي تعالي. ما شاء الله عليك يا المها، ما شاء الله عليك. الحين صرت ذيبة يا المها وما خاف عليك. الناس يا بنيتي واحد من اثنين، ذيبي عدي عالشاه وشاه ياكلها الذيب. لكن يا المها لزوم ما تنسي انك بنية، والكحل لزوم ياخذ حقه من عيونك، والمشط زينة النسوان يظل رفيقك. اوعدت شمه بالله وصلوا وجابوهم. شوف وهذا اللي شايف انه واجد، وش بيكون فيه هذا؟ قام اشوف اشوف مره ثانيه اشوف الأبد. هذا والله ما في زين الا العقله، هذا باخذ لي. يا شيخ يا شيخ، ان كنتم ما تعرفون غريبنا ها؟ والله لا قصه الاثر، وأعلمكم على ديارهم. ما نريد الأثر، أنا دليل منهم. وشو يعني يا شيخ؟ كنك تقول أنك ما أنت بعوزتي.